بكم احبابنا ومشاهدينا متتبعين واوفياء برنامج 100% كسكس. كما عودناكم دائما نجيكم بالاطباق الشهيه والتقليديه اللي تكون فيها لمسه عصريه. حبينا نسافر بكم الى منطقه ساحليه هي في شرق الجزائر وهي منطقه جيجل. احنا منطقه جيجل يطيبوا الكسكس بالسمك اللي دائما يحبوا انه يكون فيه تغيير بين السمك الصغير السمك الكبير. دونك حساب واش كاين واش موجود عندهم في البيت ولا واش يصيبوا سوغ لو مارشي كيروحوا نهار باش يقضيو يصيبوا السمك اللي يساعدهم. دونك اليوم حنا حنقدموا كسكس بالسمك يعني هو من جهه جيجل يطيبوه بالسمك. حنا حبيت نقدم المقادير عندنا نحتاجوا السمك كل نوع واش يحب يا يكون عندكم الميرو او البونيت تقدروا مام تستعملوا سبادون ولا الميرلون ولا مام كيحبوا يستعملوا ما يكونش عندهم يقدروا يستعملوا سردين لكن يخلوه كامل كيما راه. وعندنا نحتاجوا البصل حبات بطاطا ونحتاجوا ايضا البقدونس ولا المعدنوس الطماطم يعني نورمال طوماطيش مع سنه تاع ثوم وورقات تاع رند بلس عندنا لا طوماط كونسونطري اون كويير صغيره برك اللي حنستعملوها وعندنا الزبده باش ندهنوا الكسكس ديالنا. وراكم دائما في 100% كسكس. راح نبداو في تحضير الوصفه. عندنا الكسكس اللي دائما نحطوه نفوروه الفوره الاولى بعدها راح نزيدو نفوروه الفوره الثانيه. نوضعوا كسكس دونك حسب الرغبه تاعكم اللي عندها الكسكس متوسط ولا يكون شويه خشين دونك كيما تحبوا دو بريفيرونس يكون متوسط لكن اذا ما عندكمش تقدروا تستعملوا اي كسكس يكون عندكم في الدار. حطينا الكسكس ندير عليه شويه تاع الزيت نعرفوا انه منطقه جيجل هي منطقه ساحليه قريبه ايضا لبجايه دونك هما ثاني يطيبوا تقدروا تستعملوا مام زيت زيتون يعني في لاصوص ولا تحبوا مام في الاخر اللي يحب يدهن الكسكس اوليو يدهنه بالزبده يقدروا يدهنه بزيت زيتون. دونك هذه ترجع الرغبه لكل واحد وكل واحد حسب الذوق ديالو. شحنا بالعقل نزيدو نخلوه باش ينشف لانه ما نقدروش نفوروه ديراكتومون دونك حنا نزيدو كل مره نزيدو الرشه بشويه نرشوه ونحطوه ينشف حتى انه تحسوا الفوليوم تاعو يعني يزيد يكبر. خلوه يسخن شويه نديرو فيه الزيت باش نبداو. قبل ما نبداو وحنا عندنا البواسون دائما البواسون كنقول باش نستعملوه قبل لازم نيكايو البواسون فيديوه عندك هنايا لانه هذوك كما نقولوا دوك الزعانف ولا ما نحتاجوهمش نحيوهم كامل باش نقدروا نطيبوه بعد نقطعوه على هذا الشكل. حنا حبينا نغارديوها كما راهي باش هنايا باش نستعملوها نزينو بها واللي يكون عنده هادو ما يقدر يستعملهم في وصفات واحد اخرين تقدروا انكم ديروا اون سوب بها تقدروا تغيروا مام لانه حنا هذا منهم تاني اللي نستعملوا الفون اللي راح نلحقوا عنده اللي هو الفيمي دو بواسون. دونك نحط كميه تاع الزيت وقلت انهم كل واحد كيفاش يحب اللي يحب مام يدير زيت زيتون يقدروا يديروا زيت زيتون. نبداو نحط البصل هو الاولاني عندنا حبه بصل مقطعه وايضا عندنا مام سنه الثوم رايحين ثاني نزيدوهم معاها مع الرند. خليوه يتقلى نزيدو عندنا سنات تاع الثوم اللي يحب يهرسهم يقدر يهرسهم ولا تحبوا تستعملوهم هكا يعني كل واحد وش يحب.
حنا نديرو كميات صغيره، واللي يحب يزيد في الكميه يعني يقدر يزيد كي تكون ان كونتيتي ولا تكون عائله كبيره راح يزيدوا يكثروا في لا كونتيتي تاع البواسون، يزيدوا سنة الثوم، يزيدوا حتى البصل يستعملوا اكثر. راح نضيفوا الثوم راح نزيدو تاني معاهم شويه طوماطيش، لكن طوماطيش الحب نخلوها نضيفوها في الاخير، وطوماط كونسونطري كي نمويو شويه يعني نديرو الفون راح نديروها. لكن قبل هذاك حنايا عندنا الكسكس اللي لازم نحطوه يفور، لكن نصبروا شويه عليه لانه حتى نقليو مليح يعني لاصوص ونديروا لها كميه تاع الماء اللي قلنا دائما انه حنا نستعملوا الفون، والفون اللي هو تقدروا ميم كي يكون عندكم البواسون واش تنحوا واش تحتاجوا ديروا تدوا لي فيلي، واللي بقى لكم تستعملوا ماء مرق السمك اللي هو واش عندكم بقايا تاع السمك اللي قعد لكم، ولا كيما نقولوا هنا الراس، ولا تحبوا ديروا به اسمها فون تاع فون دو بوا فومي دو بواسون. حنا الفومي دو بواسون اللي نقلوا شويه زبده مع هذوك الكميات تاع السمك، دو بريفيرونس تكون فيها ان كونتيتي شويه تاع السمك باش تعطينا المذاق، ونزيدوا عليها شويه معدنوس، تقدروا تزيدوا عليها شويه زروديه، كل واحد واش يحب، وتخلوه يغلي بعدها تريكوبيري والماء تاعكم هذاك الماء اللي راح تمرقوا به لي صوص اللي تحتاجوهم في يعني مع السمك يمشوا مع السمك، ولا تقدروا انكم تعملوا سوب دو بواسون تحطوهم وتزيدوا تضيفوا تمرقوا بها راح تزيد لكم بنه على بنه وتحسوا مذاق تاع البواسون. دونك انا راح نزيد ندير كميه تاع طوماط كونسونطري، قلت لكم كميه صغيره برك. حنا راهي تتقلى لاحظتوا انه البواسون ما درتوش، نخلوه يزيد شويه حتى يتقلى لنا البصل، بعد ندير البواسون لان البواسون لا كويسون تاعو تكون لازم تعرفوا كيفاش طيبوه، لانه اذا طاب لكم بزاف راح يقولوا يتفتت ويروح كامل. حنايا كي نطيبوه لازم نحافظوا عليه باسكو نسحقوه باش نزينوا به، اون بليس باش لازم يقعد لكم دي بار شاكان لا بار ديالو. حنايا نقليو البصل مليح يدبال، بعدها راح نمويو ومن بعد نضيفوا معاهم هذاك البواسون، نديروا كميه قليله في الاول تاع المارق باش البصل ما يلصقش وما يتحرقش، بعدها راح نزيدو نديرو البواسون ونطيبوه. وروماركيتو انه في لا غوسيت تاعنا اليوم عندنا البواسون استعملت معاه البطاطا، لانه البطاطا تاني ما تاخذش وقت في الطياب تاعها، دونك كي نديرو البواسون راح نديرو البطاطا، ولا الصوص تاعكم او المرقه تاع السمك راح تكون سهله وتطيب غابيدمون ما تاخذش وقت. قلت نديرو شويه ماء مرق السمك فومي دو بواسون شويه برك، لانه رانا وضعنا لا طوماط كونسونطري دونك لازم تتحلل مع البصل والمعدنوس والثوم اللي رانا دايرينهم. انا درت غير كميه قليله، دوك راح نزيدو لي زيبيس. نرجعو لي زيبيس، حنا دائما لي زيبيس نستعملو مع البواسون جينيرالمون نستعملو الكمون، حنا كاين دي زارب واحد اخرين كيما السيبولات، كاين اعشاب اللي تمشي مع البواسون، تقدروا ديروا ميم البواسون بفاسون واحد اخرى، تبلوه في التتبيله تاعو ديروا له لي زارب لي راكو حابين مع السنه تاعتهم شويه قارص، ومن بعد تزيدوا توضعوه في لاصوص، يعني تتغير من وصفه لوصفه تقدروا تغيروا، وتقدروا ايضا تبدعوا نتوما في لاكويزين ديالكم. دونك نديروا شويه فلفل لي زيبيس، يعني كل واحد والمذاق تاعو، اللي يحب يزيد شويه راس الحانوت، اللي يحب يزيد حساب الذوق، لكن وشنو ما تخرجوش بزاف في لي زيبيس اذا تروحوا تزيدوا حاجه واحده اخرى اللي ما راهيش راح تتماشى مع المذاق تاع البواسون، ومن بعد راح تصيبوا روحكم في اختلاط تاع ليغو. دونك لازم تزيدوا حاجه اللي تكون كيما حنا نعرفوا انه الكمون يمشي معها، تقدروا تزيدوا ميم راس الحانوت لانه حنا نستعملنا اون صوص غوج، دونك ديروا كميه قليله منه، لكن ما تضيفوش بزاف لانه راح تروح المذاق تاع السمك. درنا شويه كمون، شويه ملح، شويه فلفل كحل،
نقليو مع البصل والمعدنوس وشويه طوماط كونسونطري واللي درنا فيهم شويه فون. دونك هنايا راهو قريب نقولوا التقليه راهي تقلات. راح نجيبوا البواسون نوضعوه. نخليوه يتقلى شويه وبعدها راح نزيدو نضيفو له ماء مرق السمك. في الوقت اللي راح يتقلى البواسون كيما قلت لكم مع فيه البصل راح نوجد انا الكسكس تاعي باش نحطو يفور، لكن قبل ما نحطو يفور لازم نمرق بماء مرق السمك وبعدها راح نحط الكسكس يفور. هنا الكسكس راهو نشف. دائما راكم مع الكسكس لانكم في حصه 100% كسكس، دونك لازم تصيبوا عندنا غير الاطباق اللي خاصه بالكسكس. وحنا من مره لمره نبدلو. انا اليوم حبيت نغير شويه في الوصفه، لكن مانيش راح نغير بزاف لانه راح نغير في طريقه البطاطا. نطيبها شويه في لاصوص وبعدها نحيها نزيد نقليها، نقدر نزيد لها لي زيبيس، نزيد لها لي زار، دونك كل واحد وش يحب يدير لها. ونزيد نقليها وانتم راكم تتبعوا، ما نقولكمش واش راح ندير باش تبقاو اوفياء وتتبعوا معنا كل دقيقه 100% كسكس. كسكس راهو هنايا خلاص رشيناه الرشه الاولى ودرنا له الماء ونشف. دونك حنا ما بقى لي غير ندير كميه تاع المرق لانه هنا راهو تقلى البواسون. ندير كميه اللي راح يطيب فيها. حطوا الكسكس يفور فوقه لانه رانا درنا الماء باش يغلي، وهنا كي راح يغلي الماء، الماء هنايا فيه الفون او ماء مرق السمك، وديجا لاصوص راهو فيها السمك، راح الكسكس ياخذ الريحه تاع السمك، دونك راح يكون فيه ماء من المذاق تاع السمك. نخلوه حنا راح يفور. في الوقت اللي راح يفور الكسكس ديالي نروحو فاصل ونعاودو نوليو. رجعنا لكم بعد الفاصل. نرحبوا بكم مشاهدينا، راكم في 100% كسكس وراهو الكسكس تاعنا راهو يطيب. لحقنا انه باش لازمنا نقطعوا البطاطا والطوماطيش اللي راهي عندنا، لانه راح نضيفوا للكسكس هذاك لا بوم دو تيغ باش تطيب شويه، من بعد راح نزيدوا نطيبوها في لابوال يعني نقلي. قطع حبه طوماطيش الى قطع صغيره وهي راح نضيفوها في كي نرجعوا الكسكسي في الفوره الثانيه، دونك لازم نوجدوها نحطوها اكوتي. نقطع حبه طماطم الى قطع صغيره، قلت
لكم انه نضيفوها في قبل ما نحطوا الكسكس تاعنا يفور الفوره الثانيه نزيدوا نضيفوها، لانه البواسون قلت لكم هو ماهوش راح ياخذ وقت في يطيب، وايضا لا بوم دو تير ماهيش حطول طيب، وحنا ماذا بينا نخليوها على الشكل تاعها ما نخلوهاش طيب بزاف حتى ما توليش شاده روحها. انه احنا درنا الطوماط خليناها لانه الوقت اللي راح يغلي شويه البواسون اللي راه يطيب، وعندنا الكسكس باش نزيدو نعاودو نرجعوه يفور لانه بقات له غير فوره واحده. احنا نضيفو الطوماطيش دركا وبعدها نزيدو نعاودو نفور الكسكس سما للفوره الثانيه ديالو. بعد ما يبقاش بزاف يبقى لنا انه لازم نوضعوا له برك كميه تاع الدهان ولا الزبده، ولا قلت لكم كاين في بعض المناطق لانه جيجل هما تان منطقه عندهم زيت زيتون، هما يخدموا زيت زيتون كيما بجايه وقرب لبجايه ايضا عندهم زيت زيتون، دونك يقدروا يديروا زيت زيتون في بلاصه الزبده. ومام لاصوص نقدروا نطيبوها من الاول نديماريوها انه من منطقه لمنطقه في الجزائر يختلف، حتى عندنا في المناطق الساحليه يطيبوا ثاني هما بالبواسون يستعملوه. وقلت لكم انكم تقدروا ما تغيروا، ماشي لازم عليكم الميرو او البونيت، او تقدروا تستعملوا بالمغلون بالسبادون، ما تقدروا حتى انهم كاين يديروه بالسردين، لكن وشنو السردين كي تكون حاجه صغيره يعني البواسون صغير يخليوه كيما راه، ما يفيديوه برك يعني ويخلوه كيما راه ايكاي فيدي هذاك البواسون، توجدوه تحطوه وتستعملوه لكن ما تقطعوش، ولا لانه ديجا هو البواسون شغل سونسيبل بزاف في الطياب ديالو، لهذا نقول لكم انكم لازم تعرفوا كيفاش تطيبوه وما ياخذش وقت في الطياب ديالو.
نحطوا الكسكس لانه راح نحطوه هو يفور، لكن قبل ما نحو الكسكس نديروا لا بوم دو تير نحيوها لانه احنا حبينا نطيبوها بال، قلت لكم نديروا فيها لي زيبيس ولا لي زير، دونك كل واحد واش يحب. احنا عندنا بطاطا اللي قطعتها مدوره ولا يعني دي روندال، لا كل واحد كيفاش يحب يقطعها والشكل، نتوما اللي تعرفوا كيفاش راكم حابين في الاخر توضعوها لاصوص تاعكم كيفاش حابين تكون تزينوها. ونعرفوا انه البواسون هو مليح وينصحوا به بزاف باش ياكلوه لانه فيه فوائد خاصه الذاكره، خاصه انهم مام كاين الاطفال صغار يقولوا لهم كلوه مليح لانه ينشط هو مليح الذاكره. هنا قلت لكم انكم انتم احرار فوش تحبوا تستعملوا، اذا كان عندكم يعني ليزار ولا واش تحبوا، اذا تحبوا مام غوماغان عندكم التان، دونك كل واحد وش يحب. احنا هنا عندنا شويه غوماغان نديروا لها شويه بابريكا من الفوق. هي ايضا ديجا راهو فيها المذاق تاع لي زيبيس اللي درناهم اللي طابت فيهم. احنا دائما انه نقولوا كل واحد واش يحب حساب المذاق، تقدروا تغيروا لانه هنايا عندنا لا بوم دو تير هي تحب تكون ما فيها حتى مذاق، نتوما تغيروا المذاق على حساب واش عندكم. تقدروا انكم ميم توضعوها ديروا اون ماريناد، تحكموا يعني غامكان ولا حاجه اللي تحطوها فيه ديروها هكاك ماشي طايبه، تسمى تسيباريوها ديروها نيه ولا كيما نقولوا خضره ماشي طايبه، تحطوها ديروا فيها لي زيبيس، ديروا لها شويه زيت شويه موطار ثوم وتخلطوهم مليح، خلوها شويه بعدها تقدروا طيبوها ديراكتومون في الفور، دونك نتوما كيفاش تحبوا. في الوقت اللي البطاطا راح تتقلى والكسكس تاعنا راح يفور الفورة الثانية تاعو، نروحو فاصل ونعاود نوليو. رجعنا لكم بعد الفاصل، لا بوم دو تير راهي
وقلت لكم انكم لكم الاختيار، تحبوا ديروا الزبده ولا تحبوا ديروا زيت زيتون، دونك كل واحد كيفاش يحب ياكل. لانه كاين قلت لكم في بعض المناطق تاع جيجل، الفجايه، تيزي وزو، يعني مناطق تاع القبائل عندهم بزاف زيت زيتون ويستعملوه في الاطباق تاعهم ميم في لي صوص. قلت لكم نقدروا ايضا نديروا زيت زيتون في الكسكس ولا تحبوا ديروا الزبده، دونك هذا الاختيار كل واحد حسب الذوق ديالو. حنا رانا درنا هنا الزبده، بطاطا راهي طابت باش نحيها، حنا درنا لها الغوماغه، درنا لها شويه كميه تاع البابريكا او فلفل عكري. دونك نتوما كل واحد كيفاش يحب، يحب يزيد يقول تغير في المذاق تاعها بدلوها، ولا تكتفيوا انكم ديروا لها اي لون وخلاص. يعني غوماغه ولا مام اذا في تستعملوها في وصفات واحد اخرين تقدروا ديروا لها مام شويه كمون، تقدروا. دونك نتوما راكم احرار كيفاش تحبوا تغيروا المذاق تاع الاكل ديالكم. نبداو نحطو هنا الكسكس، لانه خلاص حنا درنا له، رانا درنا له الفوره الثانيه ودرنا له الدهان او الزبده ولا قلت لكم زيت زيتون، كل واحد كيفاش يحب. ما بقى لنا غير نحطو باش نبداو ندريسيو لاسيات تاعنا. نقول لكم نروحو فاصل ونعاودو. لحقنا الختام حصتنا وفي 100% كسكس اللي طيبنا لكم الكسكس الجيجلي اللي طيب بالسمك. احنا دائما نقول لكم ان رانا نبدعوا ونقدموا اطباق اللي خاصه بالكسكس، ودائما نجيبوا ان شاء الله من منطقه لمنطقه رانا نحطوه الريحال ونجيبوا كسكس جديد. انا نقول لكم كسكس تاع اليوم اللي درناه بالبواسون والبطاطا اللي زيناها بالغوماغه. حنايا هنايا لاصوص راهي كانت اون صوص روج اللي فيها كميه قليله تاع طوماط كونسونطري، لكن كانت فيها حبه طوماطيش عاديه. درنا البصل قليناهم، قلينا مع بعدها زدنا وضعنا معاهم البواسون، زدنا درنا الفون ولا الفومي دو بواسون، وكي كملنا زدنا حطينا البواسون يطيب مع هذيك البطاطا، ومع تقلينا البطاطا وحدها. دونك حنا تحصلنا على هذا الطبق، ان شاء الله ينال اعجابكم وتعاودوا تطيبوا هذه الوصفه. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير.